السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم من جديد في حصة لتصحيح تمارين المرجع في الرياضيات للمستوى الثالث ابتدائي، وسنشتغل اليوم على الصفحة 83 الخاصة بتنظيم وعرض البيانات Organisation et présentation des données. نبدأ بالتمرين الثاني. Voici les masses de 4 enfants. قلنا نزار 30 كيلوغرام، رانيا 15 كيلوغ، سامي 20 كيلوغ، أريج 31 كيلوغ. السؤال الأول، la question numéro A. Je complète le tableau et diagramme. Le nom، اكتبوا أسماءهم. نبدأ بنزار. نزار وزنه 30 كيلوغراما. رانيا 15 كيلوغراما. سامي 20 كيلوغراما. وأريج 31 كيلوغراما. جيد، سأقوم برسم قضبان تمثل كتلة كل تلميذ منهم. إذا نبدأ برانيا، قلنا بأن رانيا 15 كيلوغراما. جيد، رانيا. سامي 20 كيلوغراما. وأخيرا أريج 31 كيلوغراما. Mumsaz. B. J'écris le nom de l'enfant qui pèse moins de 20 kg. Tilmid ou Tilmid التي كتلتها أقل من 20 كيلو غرام. نلاحظ بأنها رانيا أقل. رانيا أقل من 20 كيلو غرام. Plus de 30 كيلو غرام. أكثر من 30 كيلو غرام. أريج هي الطفلة التي أكثر من 30 كيلوغراما. في التمرين الثالث، البيانات التالية خاصة بالمستفيدين من خدمات مكتبة بلدية بتطوان في الشهور الستة الأولى من السنة. عدد المستفيدين في يناير، فبراير، مارس، أبريل، ماي ويونيو. ألف، أنظم هذه البيانات في جدول. يعني أولا سأكتب الأشهر يناير، فبراير، مارس، أبريل، ماي ويونيو. ممتاز، عدد المستفيدين في يناير هو 605، في فبراير 376، في مارس 409، في أبريل 283، في ماي 561، وفي يونيو 724. ب. أحدد عدد المستفيدين في شهر ماي. في شهر ماي 561، في شهر فبراير 376، وفي شهر يناير 605. جيم، أحدد الشهر الذي سجل فيه أكبر عدد من المستفيدين، وشهر يونيو ب724 مستفيد.
يونيو، أصغر عدد من المستفيدين سجل بشهر أبريل. جيد، في التمرين الرابع أقوم متعلماتي ألاحظ قامات المهرجين لكلون ثم ألف أنظم هذه القامات في الجدول. إذن أحمد اسم المهرج، أحمد طوله 140 سنتيمتر، 140 سنتيمتر، قدور طوله طويل جدا، قدور طوله 200 سنتيمتر، عبد السلام طوله 120 سنتيمتر، وعلاء طوله 160 سنتيمتر. أحدد أطول المهرجين هو قدور بمئتان سنتيمتر وأقصرهم هو عبد السلام. عبد السلام الذي طوله بين 130 سنتيمتر ومئة وسبعون. ده لدينا علاء وكذلك وأحمد، طولهم محصور بين 130 سنتيمتر ومئة وسبعون. إذن إلى هنا نكون قد أنهينا جميع تمارين الصفحة 83. آمل أن تكونوا قد استفدتم من هذه الحصة. لا تنسونا بصالح الدعاء. أشكركم ونلتقي في حصة مقبلة.